السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم التقينا مع صاحب محل عود الهند محمد العبد الكريم. حياك الله طال عمرك. الله يحييك ويبقيك، شرفتونا ونورتونا. الله يعطيك العافية. صراحة احنا نبغى نتكلم عن مجالكم، تخصصكم بالضبط في صحيح. مجال العود او الطيب. صحيح. وايضا المنتجات الجديدة اللي انتم داخلين فيها بالسوق، سواء السوق السعودي او السوق البحرين بصفة عامة. نعم نعم. احنا يعني مثل ما قالوا من اسمنا ماخذين حصه، احنا عود الهند وتركيزنا غالبا على العود والخشب، ومتخصصين في العود الهندي وفي درجات محدده هي الدرجات الفاخره العاليه. لكن حاليا توسعنا وطرحنا العطور وعطور الشعر والمبثوث والمعمول عشان ان شاء الله نقدم منتج يليق بالمستهلك السعودي والبحريني والخليجي بصفه عامه. يعني نتكلم عن الذوق الخليجي بصفه عامه. طبعا طبعا طبعا. طيب في منتج معين تتحدثنا عنه؟ انا أو في هالمعرض بالذات نزلت منتج جديد، هو عباره عن هذه المعموله، معموله كامله، معموله كامله وزنها كيلو، قطعه كامله، قطعه كامله مدوره وزنها كيلو، وسعرها جميل، يعني تصلح للتبخير اليومي وسعرها جميل ايضا. ف هذه ان شاء الله من الابتكارات الجديده، وان شاء الله كل معرض وكل مناسبه راح ننزل منتج جديد لكم. طيب هذه معناتها كل واحد بعد ما يفتحها ناخذ منها كسره، ياخذ منها كسره قد احتياجه ويسكرها مثل ما هي. حلو. اموره طيبه. نفس الكيسه هذه؟ نفس الكيس هذه. طيب ان شاء الله يعني احنا نحط رقم التواصل. اتشرف. اي تواصل بيكون عن طريق هذا الرقم. اين؟ ونتشرف فيك انك الشرف لنا طال عمرك، وانا يزيدني شرف اني اكون جزء في المجتمع السعودي. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. وشكرا لك. الله يجزاك خير.